قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين وممثلون عن 16 وكالة مقيمة وإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة بديوان عام وزارة الخارجية بالتوقيع على اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الخارجية أن إطار الشراكة الاستراتيجية هو خطوة جديدة ومهمة في إطار التعاون المستمر والمتنامي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مختلف المجالات والمستويات، ويعكس الحرص المشترك على تطوير هذا التعاون عبر برامج ومبادرات تدعم فرص التعاون الجارية والمستقبلية بين حكومة مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وبما يدعم تنفيذ خطة عمل الحكومة 2015-2018 وإطار أولويات الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 مع موائمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأعرب معالي وزير الخارجية عن شكره للمنسق المقيم للأمم المتحدة على جهوده المتواصلة في إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، مقدرا معاليه لجميع ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة الإقليمية والمقيمة حسن تعاونهم والذي أدى إلى إتمام إطار الشراكة الاستراتيجية، معربا عن أمله في أن يؤسس هذا الاتفاق لتعاون بناء ومستمر بين مملكة البحرين والأمم المتحدة. من جانبه تقدم السيد الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب من أجل التوصل إلى إطار الشراكة الاستراتيجية الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة في المنطقة، مشيدا بحرص معالي وزير الخارجية على المتابعة الدائمة حتى تم هذا الإنجاز. وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة أن إطار الشراكة الاستراتيجية متوائم بشكل كامل مع الاستراتيجيات والسياسات التنموية لمملكة البحرين، كما أنه يوفر منصة لتنسيق أكبر لتنفيذ مشاريع الدعم من وكالات الأمم المتحدة. اليوم في يوم الأمم المتحدة الاحتفال بالذكرى 72 على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، يسعدنا أن نعلن بأنه تم منذ قليل توقيع إطار الشراكة الاستراتيجي بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة. هذا الإطار يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة. هذا الإطار يعتبر تتويج لجهود وزارات الدولة وجهاتها المختلفة مع نظرائهم وشركائهم في الأمم المتحدة. قاد هذا التنسيق المنسق المقيم للأمم المتحدة مشكورا، ومن خلال هذا الإطار يبين الشراكة القائمة بين البحرين وبين أجهزة الأمم المتحدة ويبين كذلك المشاريع المستقبلية التي بالإمكان أن تدعم التنمية في المملكة. أهمية هذا الإطار يكمن في أمران أساسيان. الأول يبين الصورة الأكبر لعلاقة الحكومة بجميع أجهزتها مع أجهزة الأمم المتحدة، بحيث نعرف تماما بأن كل مشروع أو كل مبادرة يتم إقامتها بين البحرين والأمم المتحدة نعلم بالضبط كيف تدعم برنامج عمل الحكومة، كيف تدعم برامج أولويات الحكومة، كيف تصب في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030، وكيف تدعم أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي نكون قد حققنا الأمر الثاني الذي يصب في تركيز الجهود المشتركة بين البحرين والأمم المتحدة ويقلل من هدر الموارد ويجعلنا مركزين أكثر على أولوياتنا. فهذا الإطار كما أسلفت سيكون لأربع سنوات من عام 2018 إلى 2022. لمدة الأربع سنوات القادمة سنعرف بالضبط
ما هي علاقة حكومة البحرين مع الأمم المتحدة بجميع أجهزتها؟ وبالتالي ستنبثق عن هذه الاتفاقية هذا الإطار لجنة تنسيقية برئاسة مشتركة من وزارة الخارجية ومكتب المنسق المقيم، وستضم في عضويتها وزارة المالية تمثيل لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمثيل لوزارة شؤون مجلس الوزراء. يشرفنا كوننا هنا اليوم بعد توقيع هذه الاتفاقية على إطار الشراكة الاستراتيجية، وأود أن أهنئ البحرين على التدشين الناجح للملتقى الحكومي الذي كان قبل يومين. كما يشرفني أن أكون في البحرين، وأود أن أشكر حكومة البحرين لتعاونها الوثيق والمستمر مع فريق الأمم المتحدة لتطوير الشراكة الاستراتيجية، وهي بمثابة عهد ثقة للتقدم بالعلاقات الاستراتيجية.